يبدو الطريق إلى صنعاء بالصعوبة التي تجعل هؤلاء يتراجعون إلى الخلف، لكنهم بالرغم من ذلك يواصلون التقدم نحو الأمام. في جبالهم لا يكاد يسمع إلا أصوات الرصاص والقذائف، فالمعارك لا تتوقف والطرفان هنا غير مستعدان للتخلي عن أدوارهما في الدفاع أو الهجوم. قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطرة على جبال يام والصلبة والضبوعة وعلى التباب الحمر غربي مديرية نهم، ويواصلان التقدم باتجاه نقيل بن غيلان، فيما ما تزال المواجهات مستمرة في محيط جبل الحريم في ظل وصول تعزيزات كبيرة للجيش والمقاومة إلى جبهات القتال في إطار المرحلة الثانية من العمليات العسكرية لتحرير نهم كليا من قبضة الميليشيا، والتي نصبت مدافع الديسي على أطراف حدود مديرية أرحب لقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة، لكنها تراجعت بشكل كبير في نهم بعد تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المتزامن مع غارات عنيفة شنها طيران التحالف.